اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو كتير بسيط ولذيذ. حنعمل اليوم مع بعض كوكيز اللوتس بالكراميل. اول شي رح نجيب هاي المكونات، ان شاء الله حكتب لكم اياها بنهايه الفيديو، والمكونات ممكن تكون موجوده عند اي حدا، ما بدي اي شي، بس لازم يكون عندكم زبده اللوتس. فاول شي حطيت بيضه وحطيت فانيلا وحنحركهم مع بعض. طبعا لو ما عندكم العجانة ممكن تستخدموا الهاند ميكسر أو التحريك اليدوي، ما في مشكلة. بعدين منضيف السكر البني والسكر الأبيض. السكر البني يفضل يكون السكر الرطب حتى يكون أفضل للكوكيز. حنضيف الزيت، وإن شاء الله بنهاية الفيديو حاضف لكم جميع المقادير حتى ترجعوا له وتعملوا الوصفة. هنضيف كمان رشة ملح، هنضيف كمان زبدة بدرجة حرارة الغرفة. هضيف كمان كراميل، طبعا هاي الخطوة اختيارية، ممكن ما تضيفوه. هنضيف الطحين المنخول مسبقا وهنحرك اخر شيء، وبيبقى عنا بس نضيف زبدة اللوتس. طبعا ممكن تضيفوا زبدة اللوتس الكراتشي او العادي حسب انتو كيف بتحبوها. وهي هي آخر شيء، يعني نهاية المكونات. آخر شيء ممكن تحطوها بالفريزر لمدة ساعة، أو ممكن مثل ما هي تحطوها بعدين بالفرن المسبق التشغيل على حرارة 170، وطبعا لمدة 5 إلى 10 دقائق. وهي هي طبعا لازم تضل عندكم على الكوكيز حتى ما تنحرق أو تصير قاسية بعد ما تطلع وتتركوها بالفرن. وفي نهاية الوصفة إن شاء الله تكون عجبتكم. طبعا ممكن تزينوا الكوكيز بالسكر الناعم أو ببسكوت اللوتس المطحون أو زبدة اللوتس. وهي هي نهاية الوصفة. شكرا لحسن المتابعة، وأهلا وسهلا فيكم، وبانتظار تطبيقاتكم.